الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من السادسة. النهاردة حلقة خاصة مهمة جدا، هيكون معنا كابتن حسين شكري نجم من نجوم النادي الأهلي، وهنستعيد معاه طبعا بعض ذكرياته في الأهلي، وهنتكلم عن فوز الأهلي امبارح على وادي دجلة في الدوري والثلاث نقط الجديدة في مشواره نحو لقب الدوري ال 42. كمان هيكون معانا في جزء حلقتنا الثاني كابتن يحيى يوسف مدرب فريق سيدات اليد بالأهلي، هنتكلم معاه عن قرعة مونديال اليد والحفل اللي هيبدأ النهاردة الساعة 7 إن شاء الله، هيكون حاجة مشرفة جدا لمصر تحت سفح الأهرامات واللي هتستضيفها مصر بإذن الله في يناير 2021. اسمحوا لي ان انا ابارك لجمهور الاهلي على الفوز امبارح على وادي دجله بالثلاث نقاط، خلاص 11 نقطه بس علشان نفوز ونحسم لقب الدوري المصري. الحقيقه امبارح النادي الاهلي قدم واحده من افضل عروضه من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف، الحقيقه خصوصا في الشوط الاول النادي الاهلي كان مسيطر ومتحكم، وعرضيات من اليمين وعرضيات من الناحيه الشمال، النادي الاهلي ظهر بشكل كويس جدا، ولقينا انه اللعيبه كلها كمجمل كانت ظاهره بشكل كويس جدا في الشوط الاول، قدرنا نخلق اكتر من فرصه. كمان عايزه اقول انه ثنائيه مروان وبادجي بتثبت الحقيقه كفاءتها وقد ايه هي بتثبت وجهه نظر فايلر يوم بعد يوم. الحقيقه التناغم اللي بين الثنائي كمان بيأثر عليهم هم وعلى ادائهم هم بشكل ايجابي. امبارح ما حسناش بغياب لعيبه مهمه مثلا زي مروان محسن، وده بسبب المنظومه الهجوميه الحقيقه للفريق. لو هتكلم على مروان فمروان حكايه لوحده، مش بس عشان هو قدر يجيب ضربه جزاء لنادي الاهلي بغض النظر ان قفشه ضيعها، بس الاهلي فضل مكمل ومستمر وقادر، ومروان قدر يجيب الجون الاول الحقيقه للنادي الاهلي. ولكن لما يبقى لاعب بيتعرض للكميه دي من الانتقادات والضغوط، وبغض النظر هي في محلها ولا لا، لانه اكيد لما جماهير الاهلي بتنتقد لاعب فهي مستنيه منه الاحسن، هم مستنيين يشوفوا اللاعب ده في احسن حال، مستنيين يشوفوا فريقهم بيكسب دايما، مستنيين يشوفوا المهاجم ده بيهدف دايما، لانه ده جماهير الاهلي طبعا اتعودت عليه، اتعودوا من النادي الاهلي على الانتصارات والانجازات وانه ما فيش خساره يعني، فده حقهم جدا. بس لما يبقى حد بيقدر ان هو يتخطى كل الانتقادات دي ويثبت نفسه ويبقى في الملعب بيثبت شخصيته ان هو عنده شخصيه قويه زي دي ويقدر يهدف، سواء هدف مباراه الجونه وبعدها المباراه اللي بعدها كانت المصري تقريبا الحقيقه كان بالرغم انه ما جابش اهدافه الا انه كان مستواه كويس جدا، تعرض لانتقادات كتير قوي وخصوصا بعد مباراه الزمالك، ولكن مروان محسن امبارح الحقيقه ظهر بشكل كويس قوي لدرجه انه ناس كتير شايفاه مان اوف ذا ماتش، هو مان اوف ذا ماتش فعلا. مروان محسن ان هو يقدر يتخطى ده نفسيا ومعنويا، ده مكسب ليه هو قبل ما يكون مكسب للفريق ككل، مكسب ليه هو ان هو يقدر، كلنا بنتعرض لضغوطات في حياتنا بس مش سهل ابدا انه حد يقدر مع كل الانتقادات دي واللي هو بيسمعه عنه وبيشوفه بعينه ان هو يقدر يثبت نفسه بالشكل ده. الحقيقه مروان محسن امبارح ظهر بشكل كويس جدا، الحقيقه الاهداف دي بتخليه يستعيد الثقه في نفسه، يستعيد الثقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي، فدي حاجه ايجابيه جدا. عايزين برضو نتكلم على الناحيه اليمين، هاني والشيخ امبارح قدموا ماتش كويس قوي، احمد الشيخ امبارح في الشوط الاول كان من اخطر اللعيبه في النادي الاهلي وقدر الحقيقه ان هو يخلق اكتر من هجمه، ورجوعه بالمستوى ده للفريق اضافه كبيره قوي لفايلر واضافه كبيره قوي للفريق ككل. كمان طبعا الشناوي، يعني الشناوي حضراتكم عارفين قد ايه يوم بعد يوم بيثبت نفسه ان هو حارس مصر الاول من غير كلام، دي ما فيهاش كلام. الشناوي مش بس كابتن من كباتن النادي الاهلي، لا الشناوي امبارح كان ظهر بشكل كويس قوي الحقيقه، انه هو كان سبب كبير في الهدف الاول اللي جه تقريبا يمكن بعد الثلاث لمسات بالظبط كان جون لمروان محسن، حتى لما في لعبه معينه كده الكوره كانت وقعت منه لا كان ذهنه حاضر وقدر ان هو الحقيقه يمسك الكوره على طول، بيطمن جماهير النادي الاهلي على حراسه المرمى، هو بالظبط مصدر امان بالنسبه لهم. يمكن كنا تراجعنا شويه في الشوط الثاني، المستوى ممكن يكون تراجع شويه بس ده طبيعي لما انت برضو بتلعب فريق كبير زي وادي دجله، انا في وجهه نظري وادي دجله فريق كويس جدا، لعيبته بتجري في الملعب كويس قوي، لعيبه متماسكه، الفريق كله متماسك، وانا شايف ان هو يستاهل ان هو يكون متقدم كمان عن كده في جدول الترتيب. ف بعد كل ده لا قدرنا ان احنا نبقى ماسكين نفسنا، قدرنا ان احنا نبقى محافظين على التقدم وان احنا نكسب المباراه. كمان امبارح حمدي فتحي طبعا لازم نديله كريدت
انه جاب هدف كويس جدا ويمكن من افضل الاهداف في الموسم ده، وعنده دايما بيضيف حل فكره التصويب من بعيد، تصويبات من بعيد دي دايما حمدي فتحي زي ما احنا شايفين على الشاشه كده بيضيفها للنادي الاهلي، وبيطمن الحقيقه جماهير النادي الاهلي على نص الملعب في الفريق ده. يعني فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا 11 نقطه علشان نحسم الدوري تماما. لو تقريبا المباريات اللي جايه وصلحوا لي لو انا مش صح، حرس الحدود يوم الاثنين، وبعدين عندنا الاسماعيلي وعندنا الاتحاد ومصر المقصه. مفيش حاجه اسمها مباراه سهله، مباريات كلها مهمه، مباريات كلها بنجهز لها بشكل كانها المباراه الاولى والاخيره، كانها مباريات كؤوس، إن لو خسرنا هنطلع بره. مفيش حاجه اسمها مباراه سهله، لازم الحقيقه نبقى مركزين كويس قوي، وده اللي فايلر اكد عليه انه اللعيبه مركزه كويس قوي، وان هو بيلعب مباراه بمباراه، وانه كل ماتش اهم من الماتش اللي قبله، وان ال 11 نقطه دول يعني خلاص احنا باذن الله طبعا حاسمين الدوري. كمان عايزين نشوف كمان ونتكلم على الدعم اللعيبه الكهرباء. الحقيقه امبارح كانوا سمعنا كان موجود امبارح كهرباء في الملعب، وكمان سمعنا احمد الشيخ وهو بيتكلم على الكهرباء وعلى دعم اللاعبين ليه ومساندتهم لكهرباء، وانه خلاص بقى اللي بيحصل في غرفه الملابس ده انتهى تماما. وجوده امبارح الحقيقه في الاستاد كان بياكد تماما انه الموضوع انتهى تماما. حتى ظهور الشناوي في المباراه كان باين انه ما فيش اي حاجه ولا في اي مشاكل ولا اي حاجه، وفعلا هي مواضيع غرف ملابس بتحصل في كل انديه العالم، من اول برشلونه ريال مدريد لحد عندنا، مرورا بكل طبعا الفرق الاوروبيه. خلاص اللي حصل حصل واللي انتهى انتهى. احنا لينا ان احنا فرقتنا امبارح طلعت بشكل كويس قوي، وانها مركزه كويس قوي في المباريات اللي جايه، ومركزه كويس قوي في افريقيا. لو هنتكلم على افريقيا، خليني برضو في موضوع عايز اروح بيه لحضراتكم، لان احنا من اول يوم كنا وعدناكم ان احنا هنوصل صوت الجماهير هنا من خلال برنامج السادسه، وصوت جماهير الاهلي هم محتاجين يقولوا ايه واحنا بنوصله. وده مش بس صوت جماهير الاهلي، الحقيقه الجدل اللي حاصل في الموضوع ده يضايق. لما يبقى في اخبار شبه مؤكده طالعه من المسؤولين في المغرب والصحف في المغرب انه مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا هتتاجل لشهر اكتوبر، والكلام ده الاتحاد الافريقي ما اعلنش عنه رسميا وما اتقالش، ومصر مش عارفه اي حاجه من الكلام ده، لا وبناء عليه المفروض ان في مباراه للوداد والرجاء يوم 24 سبتمبر، ومفروض اصلا الرجاء هيلاعب الزمالك 25 سبتمبر والاهلي مع الوداد 26 سبتمبر. طيب يعني هنا مش في تساؤلات كتير من حق اي حد في مصر انه يسالها؟ يعني الناس لما تيجي تقول هل نفوذ المغرب للدرجه في الاتحاد الافريقي، طب ما الناس ليها حق. يعني ايه يبقى في كلام شبه مؤكد طالع من المغرب؟ هو طبعا لحد دلوقتي الاتحاد الافريقي ما قالش اي حاجه، الكلام ده احنا بنتكلم على اخبار طالعه من المغرب او الصحف المغربيه او مسؤولين في المغرب ان مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا هتتاجل، ومفروض ان مصر مش عارفه اي حاجه، احنا ما عندناش اي معلومه بالكلام ده. طب هي الناس دي بتلعب مين؟ هو مش مصر طرف في الموضوع، ولا الدول المغربيه بتلعب او الفرق المغربيه بتلعب نفسها؟ لا احنا طرف في الموضوع، فاحنا المفروض نكون عارفين ايه اللي بيحصل. النادي الاهلي على اتم استعداد ان هو يلعب اي فريق بكامل قوته، وبنتمنى طبعا الشفاء والسلامه لكل لاعبي الوداد المصابين بكورونا، ونتمنى ان هم يقوموا يا رب بالف سلامه. بس يا جماعه لو في نيه للتاجيل وعارفها المسؤولين في المغرب واحنا مش عارفينها، يبقى في مليون علامه استفهام في الموضوع ده. يبقى لما الناس تيجي بتقول انه الناس بقى تبدا تربط بقى الكلام، ده كان في كلام بيتقال انه الوداد او الكره المغربيه هتتعوض بعد خساره الوداد من الترجي في نهاية افريقيا اللي فات، ويبداوا بقى يقلقوا ومش حقهم، حقنا ان احنا نسال. في مليون تساؤل وفي مليون علامه استفهام، هل نفوذ المغرب في الاتحاد الافريقي للدرجه ان هم يبقوا عارفين معلومه احنا مش عارفينها؟ لحد دلوقتي المفروض المباريات في ميعادها، ولحد دلوقتي المفروض ان مفيش تاجيل واحنا ما نعرفش اي حاجه. فالحقيقه المفروض انه الاتحاد الافريقي لازم يطلع ويحسم الجدل ده تماما، لازم نعرف المباريات دي في ميعادها ولا لا، ولازم نعرف هو فعلا المغرب كان عندها معلومه قبل مصر ولا لا، لان مصر طرف، وطرف مهم وطرف قوي وطرف كبير، فما ينفعش يبقى في معلومه عند الناس الثانيه واحنا لا. فالحقيقه احنا محتاجين الاتحاد الافريقي يحسم الجدل ده تماما وفي اقرب وقت، وكمان محتاجين ان اللعيبه بتاعتنا زي ما هم يركزوا
زي ما فايلر قال، انا بلعب مباراه بمباراه، انا جاهز والله. هتتلعب بقى الشهر ده، هتتلعب الشهر الجاي، وبغض النظر في ناس من جماهير الاهلي شايفه انه التاجيل ده هيبقى في صالحنا، وانه يبقى اللعيبه كلها رجعت، المصاب يرجع، لو في ايقاف خلاص يبقى ما فيش ايقاف واللعيبه كلها تبقى كامله. في ناس ثانيه شايفه لا، ان احنا بقالنا فتره بنلعب رجلنا في الملعب يعني زي ما بيقولوا، وانه الوداد بقاله فتره ما فيش لعب، في فتره راحه او توقف، فكده هيبقى في بريفليج او ميزه اضافيه بالنسبه لنا احنا. بغض النظر التاجيل في صالحنا ولا مش في صالحنا، بتتكاثر الاقاويل، ولكن فعلا لو في تاجيل او في نيه للتاجيل لازم يكون الطرفين عارفين زي بعض، وما ينفعش ابدا يكون طرف عارف والتاني لا. الاتحاد الافريقي لازم يطلع ويحسم الجدل ده. نروح بقى لاخبارنا، نبدا طبعا باخبار الاهلي زي ما عودنا حضراتكم، ونطمن حضراتكم ان الاهلي خاض تدريباته صباح اليوم النهارده من غير اي راحه استعدادا لمواجهه حرس الحدود المقرر اقامتها مساء يوم الاثنين اللي جاي ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز، طبعا بعد الفوز امبارح على وادي دجله بهدفين اضاف بيهم طبعا ثلاث نقط جديده عشان يبقى الرصيد خلاص 65 نقطه في صداره الدوري، ويواصل تربعه على قمه الدوري. والحقيقه ان الفريق النهارده برده اجرى اختبار رابيد تيست، تحليل الدم الخاص بالكشف عن كورونا قبل انطلاق التمرين، وفقا للبروتوكول اللي حضراتكم عارفينه، البروتوكول الطبي اللي بيتم تعديله مؤخرا قبل المباريات الرسميه. يمكن خلاص مباراه حرس الحدود يوم الاثنين، طبعا يعني ما فيش فتره راحه كبيره، بس خلاص يعني احنا بنحاول نخلص الدوري على طول، واحنا على ثقه في اللعيبه وفي الجهاز الفني انه احنا قادرين باذن الله نستحمل الضغط ده ونكسب اكيد المباريات اللي جايه. كمان لاعبو الفريق اللي شاركوا في مباراه دجله خاضوا تدريبات استشفائيه علشان طبعا يتخلصوا من الاجهاد العضلي. خليني كمان اقول لحضراتكم ان ريني فايلر المدير الفني للفريق الاول طبعا لكره القدم بالاهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكره، عقدوا جلسه تنسيقيه اليوم على هامش تمرين الفريق اللي اقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش. فايلر وعبد الحفيظ ناقشوا الترتيبات الاداريه والتنظيميه الخاصه بالمرحله اللي جايه، بدايه من مواجهه حرس الحدود المقرر ليها زي ما قلنا لحضراتكم يوم الاثنين اللي جاي ضمن منافسات الجوله ال 25. الفريق الاول حقيقه لكره القدم بالنادي الاهلي ادى التمرين صباح اليوم على ملعب التتش عادي جدا، استعدادا ان هو يواجه حرس الحدود المقرر ليها طبعا يوم الاثنين زي ما قلنا ضمن منافسات الجوله ال 25 في بطوله الدوري الممتاز. تمرين الفريق كان عباره عن ايه؟ جانب بدني طبعا، الجهاز الفني عمل تقسيمه قويه بمشاركه حارسين للمرمى، وخاضت تمام كمان المجموعه اللي شاركت في مباراه وادي دجله امبارح تدريبات استشفائيه. محمد الشناوي وعلي لطفي مصطفى شوبير ادوا تدريبات منفرده تحت اشراف طبعا يانكو ميشيل مدرب الحراس قبل المشاركه في تقسيمه الكره. يمكن يكون فعلا زي ما قلنا يوم الاثنين ده قريب جدا، احنا كان ماتش امبارح وخلاص يوم الاثنين وحرس الحدود، وحرس الحدود فرقه كويسه لازم نديها حقها، ولكن احنا زي ما قلنا على كامل الثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان هم قادرين باذن الله. خلاص احنا نعتبر حسمنا الدوري، يعني هم 11 نقطه الفرق، باذن الله نكون بنحتفل قريب بحسم الدوري، باذن الله بعدها نكون بنحتفل بافريقيا. الحقيقه انه النهارده الساعه 7 تحت سفح الأهرامات هتقام مراسم حفل قرعة كأس العالم كرة اليد مصر 2021، والمقرر ليها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، ومشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة. عايزة أقول لحضراتكم إنه التحدي كبير قوي قدام مصر، التحدي كبير قوي إن احنا نستضيف البطولة أول مرة هتقام النسخة دي ب 32 فريق بدل من 24، تحدي كبير بس مصر قده، وشفنا مصر لما استضافت بطولات قبل كده كان المظهر طالع ازاي وحضاري ازاي، شفنا مصر في أمم أفريقيا اللي فاتت الحقيقة كانت حاجة مشرفة جدا، وكل الناس وكل العالم مش بس الدول العربية كل العالم أشاد الحقيقة بتنظيم بطولة أفريقيا. النهاردة القرعة هتشهد حضور كبار المسؤولين في الدولة، هيتم توجيه طبعا الدولة للرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، فضلا طبعا عن مندوبي الدول المشاركة. عدد الحضور تم تقليله أكيد بسبب الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيلبي دعوة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهيحضر بإذن الله حفل قرعة مونديال اليد، واللي حرص طبعا على دعوته بشكل شخصي علشان يحضر حفل القرعة،
واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد. كمان خليني أقول لحضراتكم الكابتن الخطيب بصفته أحد أبرز طبعاً أساطير الرياضة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادي في القارة، وطبعاً تقديراً لمسيرته الرياضية الناجحة على كل الأصعدة. يعني حدث مهم جدا وهنتابعه مع حضراتكم، هيكون معانا كمان ضيفنا عشان يتكلم أكتر على الموضوع ده وعلى قد إيه حاجة مهمة جدا بالنسبة لمصر. والحقيقة إحنا بنتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر في بطولة زي دي. البطولة مش هتبقى سهلة، علشان أكون واضحة وصريحة، البطولة طبعا مش هتكون سهلة لأنه المنافسة قوية قوي. أنت عندك دول قوية جدا مشاركة في البطولة دي، ودايما بنقول الدنمارك وفرنسا برضو من أقوى الدول، ولكن منتخب مصر قادر، منتخب مصر قادر ان هو يوصل لنتيجه كويسه قوي، قادر ان هو باذن الله ليه ما ناخدش البطوله؟ احنا خلاص بقى تعودنا على الانجازات دي، فباذن الله احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر باذن الله في البطوله. خليني برضو اروح لحضراتكم موضوع مهم يمكن متابعينه مع حضراتكم كل يوم وبكل التطورات، وهو طبعا النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونه الاسباني، واللي هيعود لتدريبات الفريق الكتالوني بعد بكره يوم الاثنين، بعد ما اعلن البقاء في صفوف الفريق الكتالوني الموسم اللي جاي. من خلال طبعا بيان تاريخي نشره امبارح، كان حديث الناس كلها بتتكلم على اللي ميسي قاله امبارح، وانه بعد كلام كتير ميسي رايح فين، ميسي اعلن رغبته في الرحيل، ميسي ما بيحضرش التدريبات، ميسي ما حضرش مسحه كورونا. لا، المسلسل ده بقى خلاص انتهى امبارح، خلاص قرر ان هو يستمر، ويستمر طبعا مع برشلونه. وعلى مدار الايام الماضيه يعني كان الكلام كله عن خروجه من ملعب كام نو، تحديدا منذ خروج برشلونه من دور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا بفضيحه كبيره طبعا حضراتكم كلنا تابعناها، بعد الخساره قدام بايرن ميونخ الالماني بثمان اهداف لاثنين. امبارح زي ما قلنا المسلسل ده انتهى، ميسي طلع وقال انا مكمل مع برشلونه، والحقيقه ما كانش بيقولها ان هو مبسوط، يعني هو مكمل مع برشلونه لان هو مش عايز الموضوع يوصل للمحاكم والقواضي ويدخل في مشاكل، وهو لاعب مسالم ومعروف عنه ده ومش حابب ان ده يحصل. خلاص هو مكمل مع برشلونه، وقال بالرغم، قال جمله مهمه قوي، بالرغم من الاداره الكارثيه، وقصده على بارتوميو رئيس برشلونه، وكان في جدل كبير جدا. كل يوم في مفاجات في الموضوع ده، كل يوم بنتابع طبعا موضوع ميسي وهو حديث الساعة، وأكيد هنفضل نقول لحضراتكم كل الأبديتس والتطورات في موضوع ميسي ومواضيع تانية. بس خلونا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع مرة تانية برنامج السادس. لم تنسى جماهير الأهلي على مر التاريخ أبناءها المخلصين الذين نالوا شرف ارتداء الفانيلة الحمراء وأخلصوا للكيان العظيم وبذلوا كل ما هو غال ونفيس من أجل إعلاء اسم ومكانة الأهلي. حسين شكري اللاعب الجوكر الذي كان يتمكن من شغل أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، فيلعب طارة في مركز الظهير الأيمن وطارة في الأيسر وطارة أخرى كلاعب ارتكاز أو كجناح أيمن. انضم شكري للأهلي موسم 98-99 وقضى ثلاثة مواسم من أفضل فترات حياته في الملاعب، حقق خلالها ثلاث بطولات هي الدوري والكأس ودوري الأبطال الذي شارك في أدواره التمهيدية. كان حسين شكري قريبا للانضمام للأهلي وهو في سن 16 عندما كان لاعبا في ناشئي فريق الترسانة، وتلقى عرضا رسميا من الأهلي لكنه قوبل بالرفض من النجم مصطفى رياض رئيس قطاع الناشئين وقتها، والذي أكد أنه باق في صفوف فريقه. لم ييأس شكري في اللعب للأهلي، حيث تلقى عرضا آخر وهو في سن 27 ليقضي أجمل سنوات عمره داخل جدران القلعة الحمراء، تحلى فيها بمبادئ الأهلي ولم يفتعل أي أزمات. رحل حسين شكري عن الأهلي صباح يوم مباراة الأهلي والريال، حيث كان آخر تدريب له مع النادي هذا اليوم. هاجم حناد الأهلي، يا سلام، أدي خالد بيكوتات، موقف حلو، والفريق راح حط وراح عصريصة حلوة، رجع ورا يا راجل، هوب هوب، جول جول
عاد للترسانة واعتزل في صفوفه، وبدأت رحلته في عالم التدريب ما بين فرق الناشئين والفريق الأول للترسانة وفي قطاع ناشئي الأهلي. برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقة منورني في الاستوديو كابتن حسين شكري، واحد من نجوم النادي الأهلي والمدير الفني لفريق 2011. هنتكلم معاه عن ذكريات كتير ليه مع النادي الأهلي، وهنتكلم معاه عن رأيه كمان في الفريق الحالي. كلام كتير قوي، منورنا يا كابتن. متشكر لحضرتك، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وعايز أبارك للنادي الأهلي الصرح الجميل دوت اللي يليق باسم النادي الأهلي، وشكر طبعا على الاستضافة رغم أن أنا في بيتي. يعني طبعا في بيتك يا كابتن، منورنا طبعا. ربنا يعزك. ايه رايك في التقرير كده في الاول؟ يعني بشكر الناس كلها القايمه على 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 التقرير، وده شرف كبير ليا، وما بيتبقاش بعد الكوره غير الذكرى كويسه، وانا من اجمل ايام عمري اللي قضيتها طبعا في الملعب، وخاصه في النادي الاهلي. اكيد يا كابتن. طيب قبل ما نروح لذكريات حضرتك مع الاهلي وابرز المحطات وكل الحاجات الحلوه دي، خليني اسالك برضو على امبارح. كان في مباراه بين الاهلي وادي دجله، والاهلي كسب 2-0. عايز اعرف راي حضرتك في المباراه، ايه اهم مكاسب المباراه من وجهه نظرك؟ بص، هقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي مش عايز اقول الفتره اللي فاتت ديت يعني في ضغوط كبيره جدا على النادي الاهلي، سواء من على الاداره او على الجهاز الفني او على الجهاز الاداري واللاعبين، في ضغوط كبيره جدا عايز اتخرج النادي الاهلي عن تركيزه في الهدف بتاعه. النادي الاهلي طبعا احنا عارفين طول عمره ليه هدف واحد، ان هو يكون رقم واحد. واخد بال حضرتك ازاي؟ ففي عوامل عايزين نقول يعني بتسبق اي احداث. النادي الاهلي عشان الناس كلها تبقى عارفه، ما حدش هيتفوق عليه الا اذا النادي الاهلي هو الوحش. يعني هنقول باللغه بتاعت الكوره، انا بحب دايما اتكلم باللغه بتاعت الكوره، لما حد يتفوق او حد هيبقى منافس او ند للنادي الاهلي في الفترات اللي النادي الاهلي فيها هيبقى هو اللي مش كويس. عمر ما حد يتفوق. انا 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 يعني عشت عمري كبير جدا من قبل حتى ما اروح النادي الاهلي، من ولد صغير قبل ما العب كوره والكلام ده كله، عمري ما شفت النادي الاهلي حد يتفوق عليه كرويا والنادي الاهلي كويس. دي نقطه لازم الناس تفهمها كويس قوي، ان النادي الاهلي طول ما هو في حالته الفنيه والبدنيه والذهنيه والكلام ده كله، ان هو يبقى بيقدم مباراه كويسه وحد يتفوق عليه يعني ما شفتهاش. والنادي الاهلي مش هيسمح يا كابتن للي بيحاولوا يشتتوا الانتباه او ان هم يعطلوه بالزبط. في مرحله مهمه وحاسمه واحنا داخلين على افريقيا، احنا مش هنسمح انه ده يحصل. بالظبط كده. فحتى الدليل على كلامي دوت، النادي الاهلي لما كان بيلعب فرق كبيره زي ريال مدريد وبرشلونه واي سي روما والكلام ده كله، لما كانت حاله التركيز بتاعت اللعيبه كويسه انت كنت بتتفوق على الفرق الاوروبيه دي. صح. ده اكبر دليل لكلامي اللي انا بقوله. صح. فهي الفترات بس اللي النادي الاهلي بيبقى فيها معلش في عنصر خارجي بيحاول ان هو ياثر عليه، هي الفترات ديت اللي بتبقى الامور مش طيب. انا كنت بقول يمكن في بدايه الحلقه انه من وجهه نظري مباراه امبارح من افضل العروض اللي قدمها الاهلي من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف، هل حضرتك بتتفق معايا في مكاسب طالعين بيها من مش بشكل كبير؟ يعني النادي الاهلي فيه عنده احسن من كده بكتير جدا. انا بقول من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف. ومش عايزين نغفل برضو ان انت بتلعب فرقه منظمه، فرقه كويسه، من طبعاً افضل الفرق اللي في الدوري العام كله، ان هي بتلعب بسيستم معين من ايام كمان من قبل المدرب اللي موجود معاهم دوت، من ايام المدرب السابق كان اسمه تاكيس جونياس تقريبا. كان ليهم وضع معين وكان ليهم مشروع معين بيعملوه وهما بيكملوه دلوقتي، ومن افضل الفرق التكتيكيه في الملعب. فرقه منظمه عارفه بتعمل ايه، عندهم ثقه، مديهم ثقه كبيره جدا ان هم يقدروا ان هم يحافظوا على الكوره، ليهم شكل معين. انا ما بشوفش فرق كتيره جدا في الدوري بتلعب بالشكل اللي بتلعب فيه وادي دجله. فان الاهلي يبقى مش عايز اقول ان هو بيبقى في حالته الطبيعيه، وان هو يؤدي مباراه زي كده ويقدر ان هو يفوز بالثلاث نقاط، طبعا يعني الامور بامر الله ان شاء الله باذن الله هتتحسن افضل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا جايين من فتره كبيره قوي قاعدين في البيت او ما فيش يعني حتى فتره الاعداد ممكن تكون ما بتبقاش كفايه برضه يا كابتن وحضرتك قادره يعني. بالظبط. فبشوف ان الاهلي يعني قدم مباراه امبارح بشكل يعني مش عايز اقول بشكل كبير، مباراه كويسه. مش هو ده النادي الاهلي،
بكامل قوته والكلام ده كله، بس المباراة انت النادي الاهلي برضو مهما كان يعني دايما من سمات الفرق اللي هي الكبيرة ان انت في التوقيت اللي انت ما بتبقاش فيه كويس او في حالتك الفنية كويسة ان انت بتقدر تخرج بأقل الخسائر، ان انت ما بتقدرش تخسر مباراة، ان انت بتخسرش ما بتخسرش دي حقيقة برغم الغيابات والاصابات بالظبط كده، لكن بنشوف الاهلي بيكسب بالظبط. فانت ليك هدف شخصي. انت ليك هدف معين، معلش الناس طبعا زعلان ان الاداء بتاع النادي الاهلي مثلا ما كانش كويس او او او، بس احنا لينا هدف برضو معين لازم نعرفه كويس. كل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي، النادي الاهلي عايز يبقى رقم واحد طبعا في الفترات اللي هي بتبقى انت مش في حالتك الكويس، وان انت تقدر تفوز ده مع دي 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 السمات بتاعت الفرقه الكبيره. السمات بتاعت الفرقه الكبيره ان انا وانا مش في حالتي وانا مش في التوب فورم بتاعي ان انا اقدر ان انا افوز بالمباراه، فدي ده شيء كويس يحسب. بقيه الجوانب بقى ان النادي الاهلي يرجع بقى للاداء بتاع الكوره بتاعته الكويسه، وان اللعيبه طبعا ان شاء الله بامر الله اللعيبه المصابه اللي عنده او الفرقه تبقى كامله ان شاء الله باذن الله. هيبقى الاداء افضل من كده بكتير ان شاء الله باذن الله. بالظبط، وكويس قوي يا كابتن انه ماتش عن ماتش بنلاقي فيه تطور بالظبط، ورجوع يعني امبارح احمد الشيخ يا كابتن برضو يعني راجع بمستوى كويس طبعًا. قوي دي كلها بنشوفها يمكن ايجابيات في وقت زي ما حضرتك قلت كان فترة التوقف مأثرة طبعا، بس واحدة بواحدة الأهلي بيقدر يستعيد تركيزه ومستواه. خليني برضو أسأل حضرتك، شايف فرص النادي الأهلي إزاي في أفريقيا؟ عندنا مباراة مع الوداد المفروض لحد دلوقتي، هي المفروض الشهر ده لسه، ما نعرفش إذا كان هيكون في تأجيل ولا لا. إن شاء الله بإذن الله الهدف معروف من مش عايز أقول كمان من السنة دي أو من السنة اللي فاتت الموسم اللي فات، وبالاحداث طبعا مش عايزين نذكرها اللي حصلت السنه اللي فاتت اللي خرجت النادي الاهلي وبعديته عن البطوله. ان الهدف بتاع مجلس الاداره والهدف بتاع النادي الاهلي كله ان شاء الله بطوله افريقيا ديت تبقى موجوده ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي. فاحنا زي ما حضرتك كنت بتتكلمي من شويه دلوقتي في شيء ايجابي ان احنا بعد فتره التوقف الطويله ديت لما رجعنا المستوى في تحسن، ده بيدي مؤشر ان شاء الله باذن الله على ما نوصل للمباراه بتاعه الرجاء ان شاء الله بامر الله ان الفرقه تبقى متكامله، مفيش اصابات مفيش غيابات الكلام ده كله ان شاء الله بامر الله، والنادي الاهلي قادر باذن الله ان هو يحقق البطوله دي اكيد باذن الله. هنتكلم اكتر يا كابتن دلوقتي بقى ندخل عن ذكريات حضرتك مع النادي الاهلي، بس خليني الاول اروح نشوف اراء جماهير النادي الاهلي بعد فوز الاهلي امبارح على وادي دجله بهدفين نظيفين ونرجع مره ثانيه. الاهلي كان بيلعب حلو تمام، مروان محسن بدا يفوق، بس الفكره في خط الدفاع لازم في الاهلي يبقى فيه شويه تغييرات كده، لان لو دخلنا كده بماتش الوداد هنخسر. الحمد لله الاهلي لعب حلو، كان نستحق تلاته بونت اصلا، والكره اصلا جول مش اوفسايد عشان اللعيب اللي اتسلل اللي عطل اللعيبه مي اشرف مش اوفسايد. والله الحمد لله في ظل الغيابات والاصابات والاكفاءات علي معلول برضو غايب، ناس كتير قوي غايبه، الحمد لله يعني قدرنا ناخد تلاته بونت والماتش كان مهم. كان اداء جيد في ظل الغيابات اللي عندنا، لسه حسين شحات باذن الله هيرجع، ومحمود كهربا، لاعبين كتير لسه هيرجعوا باذن الله، وصالح جمعه باذن الله بعد التاهيل، فاللي هو باذن الله الفريق هيوصل لمرحله كويسه في افريقيا باذن الله، وباذن الله نحقق البطوله. المباراه كانت ماشيه بريتم كويس، والاهلي عمل ماتش كويس، كان في بعض الاخطاء التحكيميه. الماتش كان كويس جدا، يعني الفايلر الخطه اللي كان عملها تمام كويس جدا، يعني هو طبعا حسن الخطه عن ماتش الزمالك ان هو بدا يلعب بالوينجات تاني. الاداء الدفاعي رجوله خاصه في غياب محمود متولي وغياب سعد سمير، بس الدفاع 100% ايمن اشرف امبارح كان عامل ماتش ملوش حل، رغم ان هو باك شمال المفروض بيلعب مكان علي معلول وبيطير لقدام، امبارح كان واقف في الدفاع ممتاز ممتاز ممتاز، رجل المباراه ايمن اشرف امبارح. لا 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 محتاجين حاجات كتير قوي، محتاجين مراكز نعوضها، وكذا نقص في كذا مركز لازم نعوضه قبل بطوله افريقيا. اداء الاهلي مش احسن اداء ليه، بس كده او كده البطوله ان شاء الله محسومه للنادي الاهلي، بس الاداء ده مش اللي هيخلينا ناخد البطوله الاهم اللي هي افريقيا. الدوري كده كده بتاع الاهلي، يعني بتاعنا من خلاص اربع اسابيع باقيين واخد بالك، ويكملوا النقط خلاص بتاعتهم يبقى بطل الدوري. لا كويس، والاهلي اداؤه اتحسن، ومروان محسن وبرجي بيلعبوا مع بعض، مروان محسن بقى احسن بكتير يعني. لسه منورنا كابتن حسين شكري، ونتكلم معاه بقى اكتر. يا كابتن عايزه اسالك كده، من اول ما انتقلت للنادي الاهلي مين كلمك عشان تيجي النادي الاهلي؟ الكواليس كانت ازاي؟ هو الموضوع كان كبير شويه، لان بدا من وانا بعد منتخب 16 سنه، منتخب مصر 16 سنه، كان في حد كلمني من النادي الاهلي وكده ان انا اتنقل للنادي الاهلي، بس طبعا كنت صغير فما
مش مدرك الموضوع بالظبط. يعني ما كانتش فرحه وحلم وكده؟ لا طبعا طبعا. بص هقول لحضرتك حاجه، ما في ناس كتيره ما تعرفش ان انا اهلاوي من قبل ما اجي النادي الاهلي. ووالدي رحمه الله عليه كان من اكبر مشجعين النادي الاهلي، يعني لو حد يعرف اللي هو المشجعين اللي هو جزره وحلي والناس ديت، او عم حربي. وعم حربي بالظبط كده، يعني يعرفوا والدي كويس جدا، لانه كان على طول في التمارين بتاعه النادي الاهلي موجود. وكنت انا ولد مثلا 12 13 سنه او حاجه زي كده، كان بياخدني، احنا ساكنين في الدقي، فكان بياخدني على طول التمرين بتاع النادي الاهلي. فاحنا يعني اهلاويه من زمن يعني. فهي قصه، بس لما بدات ان انا العب كوره وكده، وبعد ما خلصت منتخب 16 سنه، كان في كلام معايا للنادي الاهلي، فكان طبعا في صعوبه يعني، وما كنتش انا مدرك ان انا اقدر ان انا اقول رايي كبير، لان كان عندي حوالي 15 16 سنه. فما كنتش لسه يعني اقدر ان انا اخد قرار يعني. فكابتن مصطفى قال لي لا، احنا نادي رفض انتقالك لنادي الاهلي. هو اللي رباك، وهو اللي خلاك رحت منتخب، وهو يعني واخده بال حضرتك ازاي؟ كابتن مصطفى رياض. طبعا قعد بيزعل شويه، بس يعني انت ولد صغير، فمش يعني فكملت المسيره بتاعتي وطلعت درجه اولى وبدات العب والكلام ده كله، واللي ليه نصيب فعلا يعني زي ما بيقولوا. جه وقت كان تقريبا عندي حوالي 27 سنه. كان الباشمهندس عدلي ربنا يديله الصحه يعني، كان بدا مفاوضات واتكلمنا فتره طويله، وكانت الامور صعبه برضه في نادي الترسانه شويه. بس الحمد لله رب العالمين، بقى مع اصراري بقى فتعلمت تجربه يعني، فمع اصرار انا ان انا اتنقل للنادي الاهلي، الحمد لله ربنا كرمني وعشت اجمل 3 سنين في حياتي في الكوره كلها. طب كنت جيت في فتره صعبه بالنسبه للنادي الاهلي؟ بالظبط. صح؟ الفتره اللي انا جيت فيها كان موسم 98. كان النادي الاهلي واخد 6 سنين دوري، كان في قوام فرقه محترم موجود. كانت فتره تجديد يا كابتن بقى، ناس بتمشي. بالظبط الفتره اللي انا رحت فيها كان مشي فيها كابتن شوبير، كان بطل، وكابتن كان رضا عبد العال، كابتن مجدي طلبه، كان فيليكس، كان تقريبا كابتن عماره وياسر رضوان كانوا رايحين المانيا. كان فرقه معظمها الهيكل الاساسي بتاع الفريق كان معظمه يا اما بيبطل، يا اما يعني بيتنقل للنادي تاني. فكانت الظروف يعني مش احسن حاجه. مش احسن حاجه يعني. فالحمد لله يعني انا راضي عن نفسي. ازاي قدرت تتعامل في الظروف دي برضو؟ نعم. يا كابتن، ما هو ده ضغط، ازاي قدرت تتعامل في الظروف دي؟ متهيألي كان في انتقادات كمان كتير من الجماهير. مش انتقادات، هو يعني انت عارفه ان دايما جماهير النادي الاهلي عايزه النادي الاهلي بصورته اللي هم عارفينها بالظبط. طبعا واخده بال حضرتك. فدايما في كل فرق العالم لما بيبقى في مرحله بتاعه الاحتلال والتبديل بتاعه اللعيبه والكلام ده كله، بيحصل دروب خفيف مع الفرقه. رغم ده كله برضو يعني عشان نعرف قد ايه قيمه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي عظيم. انا فزت مع النادي الاهلي ببطوله افريقيا والدوري عام وكاس مصر. يعني معظم البطولات اللي كانت موجوده انا فزت بيها، واحنا بنقول ان احنا برضو عشان كده في اول كلامي لما قلت لحضرتك ان النادي الاهلي حتى لو الظروف بتاعته مش احسن حاجه بياخد احسن حاجه. بس انتوا يا كابتن قدرتوا تتعاملوا مع الصعوبات دي بشكل كويس قوي جدا. بالظبط بالظبط. يعني احنا شغلنا، وكان طبعا كان في لعيبه كبار ولاعيبه كويسه، طبعا كان كابتن هادي خشبه، وكان وليد صلاح الدين، وكان احمد كشري، وكابتن عصام عرابي، وكابتن حسام وابراهيم، كان في مجموعه لعيبه طبعا كويس واخد بال حضرتك. فقدرنا ان احنا نقدم افضل ما عندنا لحد ما تقريبا بعد 2 3 سنين كان النادي الاهلي بقى بدا مرحله التطوير بقى الجديده، اللي هو كان بيبدا يجيب بقى بركات وتريكه وكان عماد متعب وشيف اكرامي، الناس دي كلها طلعت بقى، واحنا وحسام غالي وحسام عاشور، يعني كان في بقى الاولاد صغيرين، وكان في محمد فاروق، كان في محمد جوده كان لسه برضو من ناشئين النادي الاهلي وكانوا لسه طالعين، احمد بلال، كل ده كان عناصر من اولاد النادي الاهلي كانوا طالعين مع اللعيبه اللي النادي الاهلي استقطبها من بره. فاتعمل بقى الهيكل اللي هو يعني عايزين نقول من احسن الاجيال يمكن اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. دي حقيقة. مع جيل ذهبي مستر مانويل بالظبط، اللي هم بقى خدوا كل حاجه في الدنيا. طب كابتن ايه افضل لحظات ليك مع النادي الاهلي في مسيرتك؟ التتويج افريقيا،
اي تدويج، يعني اي بطوله انا خدتها مع النادي الاهلي ده ثمار تعب انت تعبت وشقيته، وان انت حققت حاجه لمكان انت بتحبه. فدي بتبقى افضل لحظات الواحد في الكوره، ان هو المكان اللي هو بيحبه قدر ان هو يحقق طبعا حتى لو حاجه بسيطه طبعا. فدي لا ومش حاجه بسيطه يا كابتن، هي مش حاجه بسيطه. لا طبعا النادي، بصي هقول لحضرتك حاجه، اي حاجه هتبقى بسيطه للنادي الاهلي. يعني انا مش عايز ابالغ في الكلام، ولا الكلام ده بسيطه بالنسبه لحضرتك يعني. لا يعني هقول لحضرتك حاجه، لا انا قصدي ايه، ان النادي الاهلي لازم يبقى في افضل حال. اللي طبعا بيحب مكان بيبقى عايز يتمنى ان هو يبقى في قمه المجد بتاعه. فانا لما بقول ان انا يعني انا فزت مثلا بقول لحضرتك بثلاث بطولات، وثلاث بطولات يعتبروا مهمين طبعا، ما عشان كده بقول لحضرتك كان نفسي يبقوا 10 ويبقوا 20 ويبقوا 30. اكيد طبعا حضرتك ازاي؟ ليه؟ لا كل ما اديتي المكان او اديتي مجهودك او تعبك وشقاك اللي انت عملتيه ده كله في الكوره وانت بتلعبي وبيتحقق بطولة والكلام ده كله تضاف للرصيد بتاع النادي الاهلي، انت بتبقى قمة سعادتك، لان ده المكان اللي انت بتنتمي ليه او بتحبيه او 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 عايزاه يبقى افضل حاجة في العالم. اكيد طبعا يا كابتن. فمش هيحس الكلام ده كمان الا اللي لعب في النادي الاهلي او اللي عاشر النادي الاهلي او اللي خد القيم بتاعت النادي الاهلي والمبادئ بتاعت النادي الاهلي. فممكن ساعات ناس كتيرة تتكلم تحس ان هو في مبالغه، لما هو الموضوع مش مبالغه. لا مش مبالغه هو طبعا. الموضوع ان انت يعني بصها حضرتك، انت بتحب اكتر حاجه في الدنيا ايه؟ بتحب والدك، بتحب والدتك، انت عايزه افضل حاله. صح واخد بال حضرتك؟ فانا كذلك، انا زي ما بحب والدي وبحب والدتي وبحب اسرتي والكلام ده كله، بحب النادي الاهلي واولادي ومراتي الكلام ده كله، انا بحب النادي الاهلي، فببقى عايز احسن حاجه ليهم. واخد بال حضرتك؟ واحنا زي ما بنقول ان احنا الشعار بتاع النادي الاهلي عائله النادي الاهلي، فاحنا كلنا كيان للنادي الاهلي، كلنا شغالين عشان خدمه النادي الاهلي، عشان يبقى النادي الاهلي افضل حاجه. صح، احنا مكملين يا كابتن، وهنتكلم اكتر كمان عن افريقيا وازاي كان بيبقى التحضير لافريقيا، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم في السادسه من جديد، ولسه معانا كابتن حسين شكري، مكملين معاك كلام يا كابتن. كنا بنتكلم على افريقيا قبل الفاصل، وفي الفاصل كده كنت بسالك على انها اغلى بطوله غالبا يعني اللاعب ممكن يحققها في النادي الاهلي. طبعا لانها بطوله قاريه وبيبقى الصعوبات فيها بتبقى كبيره جدا، يعني احنا على ايام ما كنا بنلعب البطوله بتاعت افريقيا ما كانتش يعني مش عايز اقول رفاهيه، كانت الامور صعبه جدا في الطيران وفي الاقامه وفي الاكل والكلام ده كله، كانت الامور صعبه جدا جدا. فان انت تفوزي يعني تقدري ان انت تتغلبي على الحاجات دي كلها وتفوزي ببطوله قاريه بتبقى شيء طبعا ما بعده فرحه يعني. هنتكلم اكتر عنها يا كابتن، بس خليني اروح معانا السفير اشرف ابراهيم، سفير مصر في المغرب. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك واهلا بالمشاهدين قناه اهلا وسهلا. عايزين نسال حضرتك يا فندم في الاول كده، في البدايه لحد دلوقتي ما فيش تاجيل رسمي طبعا لمباريات نص نهائي دوري ابطال افريقيا، صح كده؟ الحقيقه لا، يعني طبعا انا شايف يعني ما فيش اي حاجه رسميه بشان التسجيل، بالعكس انا اعتقد انه المؤكدات كلها بتؤكد ان المباريات هتتلعب في وقتها يوم 25 و 26 سبتمبر في الدار البيضاء، والمباراتين الثانيه في القاهره بعديها في اكتوبر ان شاء الله. تمام ان شاء الله. طيب في حال يا فندم زي ما حضرتك بتقول كان لحد دلوقتي الدنيا زي ما هي، المباراه المفروض الشهر ده او المباريات الشهر ده مباريات الذهاب في المغرب، ازاي حضراتكم بتستعدوا ترتيبات السفاره لاستقبال الفرق المصريه وللمباريات المهمه دي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا؟ حضرتك سامعني؟ شكرا، هنحاول تاني نتواصل مع سيادة السفير. كابتن حسين كنا بنتكلم على أفريقيا، كنت بتقول قد إيه الدنيا كانت صعبة وقتها كمان والحجوزات وكده، بس التحضيرات إزاي كانت بتبقى لبطولة أفريقيا؟ يعني هي التحضيرات بتاعة النادي الأهلي، النادي الأهلي عامة عشان لو حد عايز يعرف النادي الأهلي بياخد كل حاجة على محمل الجد، سواء كانت مباريات في الدوري أو في الكاس أو مباريات حتى ودية حتى تدريب، يعني الناس اللي لعبت في النادي الأهلي تعرف كده كويس، إن التدريب نفسه مش ما بيبقاش فيه اللي هو الرفاهية أو 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 ما بيتاخدش بمحمل الجد والكلام ده كله، لأ، لأن أنت دايماً في النادي الأهلي عندك أفضل لعيبة،
فالمنافسة بتفضل من أول يوم لآخر يوم. واخد بال حضرتك إزاي؟ فكمان لما بيبقى فيه بطولة قارية والكلام ده كله بيبقى فيها سفر وإرهاق والكلام ده كله لازم التركيز يزيد بشكل كبير جدا. ليه؟ لأن أنت حضرتك هنا أنت لما بتلعبي مباراة اللي هي بتاعت الدوري والكلام ده كله أنت ممكن في فرق بتبقى متعارف عليها، أنت لعبتيها قبل كده، عارفين بعض. احنا كنا بنروح، مش عايز اقول ان احنا رايحين لمجهول، يعني احنا اوقات كتيره جدا بنروح نلعب فرق احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، يعني ما كانش بي كان زمان الشرايط اللي هي الفيديو والكلام ده كله كانت كمان بناخدها مثلا ممكن من السفاره تيجي بصعوبه شويه، فاحنا كانك بتلعبي مجهول، واخد بال حضرتك، زائد بقى الصعوبات في السفر والاقامه والكلام ده كله، فالتركيز كان لازم يزيد. اكيد بالزبط. معلش يا كابتن هقطعك مره تانية، ومعانا سياده السفير اشرف ابراهيم، برحب بحضرتك مره تانية يا فندم. وكنت بسالك على خلاص المفروض لو لحد دلوقتي الكلام ان المباريات لحد دلوقتي في الشهر ده نص نهائي دوري ابطال افريقيا، ازاي الاستعدادات او ترتيبات السفاره لاستقبال الفرق المصريه باذن الله؟ بصي طبعا احنا السفاره خصوصا يعني السفاره في المغرب، موضوع ان الفرق بتيجي تلعب في المغرب في بطولات افريقيا يعني دي شيء يعني كل سنه بيبقى عندنا فرق بتيجي تلعب سواء كان الاهلي او الزمالك او فرق اخرى، دايما بنبقى مستعدين. احنا طبعا واجبنا طبعا ان احنا يعني نساعد الفرق المصريه في اثناء تواجدها في المغرب، سواء في الاستقبال سواء في اي طلبات، تسهيل الاقامه، تسهيل الانتقالات، التواصل مع الاتحادات والانديه، وده احنا مستعدين له وموجودين. يمكن مش اول مره، الاهلي لعب 2017 النهائي هنا، الزمالك لعب السنه اللي فاتت يمكن اربع مباريات من ضمنهم طبعا كان النهائي، وبالتالي احنا يعني منتظرين الفرق الاهلي والزمالك وبيراميدز ان شاء الله يعني منتظرينهم، واحنا بالنسبه لنا طبعا دي بتبقى يعني فرحه لانه احنا بنحس انه فرق مصريه موجوده واحنا متواجدين معاهم بنساعدهم وبنسعد بيهم يعني، فطبعا احنا متواجدين ومستعدين ان شاء الله. طيب هل في تواصل من المسؤولين في النادي الاهلي في مصر مع حضراتكم يعني بخصوص الترتيبات والاستقبال لمباريات نص نهائي دوري ابطال افريقيا؟ يعني هي لسه ما حصلش اتصال مباشر مع اداره النادي الاهلي، لكن انا يعني طبعا لسه المباراه فاضل عليها 20 يوم وقت كافي. طبعا انا عارف ان بطوله الدوري في مصر لسه شغاله، وبالتالي يمكن النادي عنده اولويات وترتيبات، انما بالتاكيد انه لازم يحصل تواصل قريبا جدا، اعتقد انه هيكون في تواصل من اداره النادي الاهلي. احنا موجودين ويعني احنا بنستعد زي ما قلت يعني وانا بتكلم دلوقتي، احنا مستعدين وكل استعداداتنا يعني موجوده ومستعدين نساعد في اي شيء. انا عارف طبعا ان النادي الاهلي العمليه يعني مش اول مره، وبالتالي هو عارف الامور بتمشي ازاي وامتى يتصل بالسفاره والترتيب الامور، وان شاء الله كله يبقى ماشي ويبقى بخير يعني ان شاء الله وكله هيبقى كويس باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا، كنت منورنا على شاشه قناه الاهلي، والحقيقه مهمه قوي برضو يا كابتن حسين انه سياده السفير قال انه لحد دلوقتي المباراه مفروض في ميعادها ومفيش اي حاجه، كل دي يعني اخبار لحد دلوقتي مش صحيحه. نتمنى من ربنا ان هي تبقى الامور ما فيهاش يعني حاجه مش يعني تبقى خارجه عن التوقعات او الترتيبات اللي مرتب النادي الاهلي الظروف عليها يعني ظروف المباراه. طيب كنا بنقول بقى على افريقيا يا كابتن، لو تفتكر لي اكتر مباراه كده بالنسبه لك هي لما بتفتكرها بتبقى مبسوط انك لعبت المباراه دي في بطوله افريقيا بالتحديد. والله انا لعبت في افريقيا مباريات كتير يعني خلال الثلاث سنين اللي كنت موجود فيهم في النادي الاهلي، لعبت الثلاث مواسم في كان في فرقه اسمها هارتس اوف اوك من غانا، كانت دي من افضل الفرق اللي كانت موجوده في البطوله، فانا بالنسبه لي كنت منتقل من نادي الترسانه للنادي الاهلي، فكانت المباراه بتاعه افريقيا دي بالنسبه لي يعني جو غريب عليا او جديد عليا، لان انا ما لعبتش في افريقيا قبل كده والكلام ده كله الا مع النادي الاهلي. كان في مباراه تقريبا لعبناها هناك تعادلنا تقريبا 1-1، وكان في العوده هنا تقريبا 3-1 لينا او 2-1 حاجه كده يعني عدينا. كانت من المباريات الصعبه جدا مباراه الذهاب والعوده، لان الفرقه دي كانت من افضل الفرق في افريقيا في التوقيت دوت، كان عندهم مستثمر تقريبا لبناني او حاجه زي كده اهوت، فكانت من افضل الفرق، فلما عديناها كانت مباراه بالنسبه لي انا كانت صعبه جدا يعني.
وكانت في بداياتي انا اول ما روحت النادي الاهلي عشان العب مباراه افريقيا كمان موضوع حضرتك. فكانت الامور بالنسبه لي انا كان فيها تركيز بشكل كبير جدا. مين اكتر اللعيبه اللي كانت قريبه من حضرتك في النادي الاهلي؟ واحنا كنا مجموعه مع بعض كده، كان طبعا وليد صلاح الدين طبعا الاحتفاظ باللقب طبعا الدكتور احمد فوزي، محمد شرف، علاء ابراهيم. طب تفتكر يا كابتن مواقف بعينها كده في الكواليس احنا ما نعرفهاش ممكن تحكيها لنا؟ لا والله بص، احنا كان بالنسبه لنا احنا الكواليس دي بتبقى يعني من الذكريات الجميله في عمرنا لما بتكبر دلوقتي طبعا بعد ما كبرنا والكلام ده كله، بتبقى حاجات جميله جدا يعني. هي بس هي افضل المواقف اللي هي بتبقى في المعسكرات، المقالب بقى اللي احنا كنا بنعملها يعني. ايوه احكي لي بقى. المقالب بقى اللي احنا كنا بنعملها دي كانت بتبقى مشكله يعني، مثلا حد يستخبى لحد في الدولاب بتاعه. فدي كانت بتبقى علي ماهر طبعا كمان كان معانا برضو في كان في موقف مره علي كان في الامارات، ولما رجع جاب في عارفه انت الوش ده اللي بيخوف ده. ايوه حاجات غريبه دي كده. فوليد بيخاف، وليد من النوع اللي هو يعني ما فعلي عنده قدره كمان ان هو يقعد مثلا 10 دقائق ربع ساعه او تلت ساعه في الدولاب مستخبي. فاحنا جبنا وليد وقعدنا في الاوضه وقعدنا نتكلم وكاني ما فيش اي حاجه والكلام ده كله. ف مش عارف كنا بناكل او حاجه زي كده، فحد قال يعني هنجيب حاجه من الدولاب او بتاع. فهو طبعا علي سامع الحوار كله وهو في الدولاب، فاللي رايح يمد ايده في الدولاب دوت لقيته على السرير يعني، ما يعني الدولاب مثلا هنا ووليد مثلا ايه كمان، وليد مش عايز اقول يعني ريشه ولا حاجه، لا وليد لقيته من هنا على الـ على الـ على الـ على السرير. اكيد الحاجات دي لما بتفتكر في مواقف بقى معظمها كانت بتبقى بالشكل ده يعني. طب كنت بسال حضرتك في الفاصل، كنت تتمنى انك تعتزل في نادي الاهلي وعلى طول؟ طبعا مين ما يقدرش، ما بقاش حابب ان هو يبقى قاعد في المكان اللي هو بيحبه اطول فتره ممكنه. حتى كمان انا يعني ما بعد ما بطلت وبدات ان انا اشتغل في التدريب، انا الحمد لله رب العالمين دلوقتي بقى لي فتره اشتغلت في الاكاديميه في النادي الاهلي، وبعد كده اشتغلت في البراعم في النادي الاهلي. الحمد لله ماشي بشكل كويس وبنسبه كبيره الحمد لله يعني. مش عايز بس اضخم الموضوع، ان انا بقدر ان انا باخد اول عناصر بتخش النادي الاهلي كفرق، فدي بتبقى صعبه شويه، الشغل بتاعها صعب جدا. فبقالي 3 سنين دلوقتي من اول مواليد 2009 و2010 والسنه دي 2011، فدول اللي بيخشوا النادي الاهلي، دول اللي ان شاء الله بامر الله هيكملوا لعيبه في النادي الاهلي. في حاجات مبشره جدا يا كابتن؟ نعم طمنا في كده. في طبعا في لا النادي الاهلي عامر بولاده سواء كبار او صغيرين، ما شاء الله عليهم، في ولاد هايله يعني. فبنقابل شويه صعوبات والكلام ده كله، بس ان شاء الله الحمد لله بنتغلب عليها، وبعد فتره مع الشغل والكلام ده كله الاولاد بيبقوا حاجه ما شاء الله. بس في مواهب في النادي الاهلي، محدش يقلع على النادي الاهلي ولا على اولاد النادي الاهلي. يا رب. السنه دي كمان يعني كابتن خالد بيبو في نظام كويس، الراجل الاجنبي برده الخواجه معانا برده ماشي بشكل كويس، عامل سيستم كويس، النظام الاعداد يعني، في حاجات كتيره ان شاء الله باذن الله هتخلي الامور افضل وافضل بامر الله ان شاء الله. طيب يعني جمله كده او رساله لجماهير الاهلي يا كابتن في نهايه حديثنا. بتمنى من كل واحد بيحب النادي الاهلي يقف مع النادي الاهلي، ما ينساقش ورا اي حاجه. اللي بيحب مكان او بينتمي لمكان بيفضل معاه زي ما بيقولوا على الحلو وعلى المر. اكيد. فما تنساقش لحد، خليك جنب النادي اللي انت بتحبه والكلام اللي انت بتحبه اللي ياما فرحك. انا عايز اقول في الوقت الوحش بيبقى النادي الاهلي محتاج جمهوره اكتر من الاوقات اللي هي النادي الاهلي اسعدنا كتير جدا. فمش عايزين ننساق بقى ورا، معلش احنا دلوقتي انا هطول سنة في القصه دي، احنا دلوقتي الناس بقت تتكلم في ضربه جزاء وفار وتتكلم في حاجات صغيره، انما التوتال الكبير او المعنى الكبير لل في ناس عايزه تشوه فرحه النادي الاهلي بحسمه للدوري، ده طبعا مفهوم جدا يا كابتن. بالظبط، هم بيقلل من امتى، هو بيحاول ان هو يقلل من، ومحدش يقدر طبعا ان هو يقلل من القيمه بتاعه النادي الاهلي او البطولات بتاعه النادي الاهلي كلها محاولات. فاحنا مش عايزين ننساق للكلام ده،
احنا عارفين احنا رايحين فين والهدف بتاعنا ايه. فاحنا ان شاء الله بامر الله الناس كلها تتكتف ورا النادي الاهلي لبطوله عزيزه علينا ان شاء الله طبعًا. باذن الله بطوله افريقيا اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله طبعًا. نحتفظ بيها ان شاء الله. شرفتنا جدا يا كابتن نورتنا، واكيد هتبقى معانا تاني في بيتك في قناه الاهلي نتكلم اكتر عن ذكريات ما بتخلصش. ولسه مكملين برنامج السادسه، بس بعد الفاصل هيكون معانا كابتن يحيى يوسف هيتكلم اكتر عن قرعه كاس العالم لكره اليد واللي بتقام حاليا تحت سفح الاهرامات. برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقه انظار العالم كله بتتجه دلوقتي للاهرامات وحفل قرعه كاس العالم لكره اليد اللي المفروض تستضيفها مصر باذن الله 2021. زي ما بنقول دايما تحدي كبير لمصر، البطوله لاول مره هتبقى النسخه دي 32 منتخب بدل 24، في فرق قويه جدا مشاركه، وبنتمنى باذن الله كل التوفيق للمنتخب المصري في البطوله. معانا بيشرفنا كابتن يحيى يوسف مدرب فريق السيدات لكره اليد بالنادي الاهلي، هنتكلم معاه اكتر عن البطوله وعن التحضيرات. منورنا جدا يا كابتن. اهلا بيك واهلا بكم في النادي الاهلي. منورنا يا كابتن. خلينا نبدا من انه خلاص حدث عالمي ومصر بتستضيف وحاجه مهمه وكبيره جدا لمصر، ازاي حضرتك تابعت التحضيرات لحفل القرعه دي وللبطوله بشكل عام؟ بص حضرتك، هو حدث عالمي في حاجات كتير، ان هي اول مره في تاريخ بطولات العالم تكون 32 فريق صح. فيها اخر كل البطولات كانت 24 فريق، اول مره كمان ان هو يتعمل في مصر ب 32 فريق. دايما اخر بطولات اوروبيه كانت بتعملها كمان من دولتين او ثلاث دول صح. هي اللي بتنظمها، فان مصر تاخد البطوله دي مع عدد كميه الفرق اللي موجوده 32 فريق دي حاجه كويسه جدا وحاجه تحسب لمصر بتحضيرها بيفتحها النهارده، حاجه بصراحه مشرفه لمصر ولكره اليد المصريه. طب ازاي كابتن شايف فرص المنتخب المصري في البطوله دي؟ خلينا نبقى واقعيين، المنافسه صعبه وفي دول كبيره قويه جدا، دنمارك وفرنسا والسويد كله، ازاي بقى شايف فرص المنتخب المصري؟ بصي، هي على حسب المجموعه اللي احنا هنتحط فيها طبعا. هي عشان تاخد بطوله عالم او تخش انت في التصنيف الاول او ان انت تحصل على ميداليه من الثلاثه، ده محتاج طبعا شغل جامد جدا، محتاج كمان تحضير قبلها وكمان تحضير اذا كان جوه البطوله كمان في تحضير في بطولات في دول قويه جدا في اللعبه وليها باع، معظمها بنسبه 95% دول اوروبيه علشان تخش في الكارير ده او تخش في المستوى ده اللي هو بينافس على ميداليه لازم تكون لازم تكسب اول حاجه فرق اوروبيه. هو ده الفرق اللي عندنا، ان احنا ما بنكسبش لسه فرق اوروبيه خالص لغايه دلوقتي، عشان كده المدرب المنتخب بيغير سيستم او جلد المفروض المنتخب المصري بحيث ان هو يخش في السيستم الاوروبي عشان يقدر يجاري المنتخبات الاوروبيه عشان تقدر تلعب في كاس العالم ده. طب كابتن ممكن تشرح لنا بس نظام القرعه المفروض يبقى ازاي؟ انا عارفه هم اربع مستويات صح، مصر المستوى الثاني بالظبط كده. اشرح بس للجمهور المستوى، هي البطوله كلها معموله 32 فريق باربع مستويات. مصر في المستوى الثاني، المستوى الاول داخل فيه الدنمارك واسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا والمانيا والبرتغال والسويد. ماشي. مصر في المستوى الثاني داخل تونس ايه؟ معانا تونس؟ معانا تونس والارجنتين والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا طبعا. التصنيف الثالث ايسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا واليابان والبحرين والتشيك والاورجواي. التصنيف الرابع طبعا انجولا وراس الاخضر والكونغو الديمقراطيه والمغرب وبولندا وروسيا. وطبعا لسه في دولتين لسه هيخشوا لغايه دلوقتي، هو 30 فريق بس. امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. لا، والبحر الكاريبي. هم دول الفرقتين لسه المفروض ان التصفيات لسه الشهر الجاي يعني. طبعا عشان تقدر تجاري الفرق الاوروبيه دي لازم تكسب فرق اوروبيه. طبعا لازم، ده مفيش احنا كاس العالم اللي فات اللي احنا خدنا فيه الثامن احنا ما كسبناش فرق اوروبيه صح. احنا تعادلنا بس، الفرقه الوحيده اللي تعادلنا معاها هي المجر. وخسرنا من قطر وخسرنا اعتقد من فرقه ثانيه يعني اوروبيه يعني. كان السويد يعني.
طبعا علشان تقدر تكسب دي محتاجه شغل كتير جدا. التصنيف اللي محطوط ده انا شايف طبعا ان التصنيف النهارده هيتقال مع مع النهارده اللي هو القرعه ان هي تتعمل. طبعا لسه احنا لسه هنختار في المجموعه اللي احنا هنلعب فيها. اتمنى ان احنا نختار فرقه برضو فرق قويه نلعبها في الاول عشان مش هتبقى صعبه يا كابتن عمي. انت كده كده هتجريهم لازم عشان تكسب او انت عايز تحقق ميداليه يبقى انت لازم تكسب فرق قويه. وكمان عشان تكسب اول حاجه اول مجموعه هتبقى من اربع فرق يختاروا الاول والثاني والثالث. لو انت اخترت مثلا انت دخلت في المجموعه الاولانيه هيختاروا اول ثلاثه هتلاعب الاول والثاني والثالث من المجموعه الثانيه. الفرق اللي انت هتلاعبها في مجموعتك مش هتقدر تلاعبها في هم كام مجموعه بالظبط يا كابتن؟ هم هيتقسموا على 8 مجموعات. كل مجموعه اربع فرق هيختاروا الاول والثاني. كل مجموعه الفرق بتلعب بعض واول ثلاث مراكز هي اللي تتاهل بالظبط كده. اول المراكز هيلعبوا بعض يعني مثلا الاول المجموعه الاولى هيلاعب المجموعه الثانيه المجموعه الثالثه الرابعه لغايه السبعه هتلاعب الثامن. هيبقوا ست فرق. الفرق اللي انت المفروض لعبتها في مجموعتك مش هتلعبها تاني. يعني بحيث ان انت مثلا لو جي مثلا معاك الدنمارك جي معاك السويد وحط معاهم نتيجه كويسه جدا النتيجه دي بتطلع بيها للدور الثاني فمش هتلعبهم. فدي دي حاجه كويسه كده كده بدل انت عايز تحقق هدف او تحقق بطوله او مش هقول بطوله عشان بس ما يكونش الموضوع يا ريت طبعا الواحد بيتمنى والله يا كابتن انا عارفه المنافسه صعبه طبعا بس هي منافسه قويه علشان تقدر تجاري الفرق الاوروبيه دي لازم من الاول تكسب. وطبعا عامل الجمهور وعامل الارض مهم جدا. اتمنى طبعا المنتخب المصري ان هو يطلع اول مجموعته او ثاني مجموعته بحيث ان هو اما يخش في المفروض ان ده دور يعني اما يتجمع 24 فريق من 32 فريق هيتجمع 24 فريق ست فرق هيلعبوا بعض بعد كده هياخدوا الاول والثاني من كل مجموعه. بس طب هل فكره يا كابتن انه البطوله على ارضنا ممكن بتدينا افضليه؟ اكيد طبعا عامل الجمهور مهم جدا عامل ان احنا عندنا دلوقتي احنا نلعب في اربع صالات في مصر صاله الاستاد استاد القاهره دي بتشيل 25,000 متفرج طبعا دي رعب لاي فرق اوروبيه المفروض عندنا صاله برج العرب عندنا العاصمه الاداريه صاله عندنا في 6 اكتوبر دي صاله دي اربع صالات اللي هم هيلعبوا عليهم البطوله اعتقد عامل الجمهور مهم جدا 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 الحافز للعيبه ان الجمهور يبقى معاهم في ظهرهم والدوله موفرهم كل حاجه لغايه دلوقتي ان الدوله والجمهور والاتحاد وكل المسؤولين عن اللعبه في ظهرهم ان دي اعتقد ان دي ان شاء الله يبقى حافز كبير ليهم. واحنا كلنا ثقه في الجمهور المصري يا كابتن انه حتى اللي مش بيحب قوي كره اليد او يعني مش شعبيتها مثلا زي كره القدم بس برضو الناس هتروح وهتشجع المنتخب باذن الله. اللي انا اعرفه ان انا ماشي دلوقتي في الشارع في النادي في شغلي عارفين ان خلاص في بطوله عالم عندنا طبعا. في شهر واحد دي عامل مهم جدا. الصاله دي زي ما اتملت سنه 90 و91 في افريقيا تتملي تاني ساعه كاس عالم برضو للشباب تتملي تاني اتوقع ان شاء الله ان الجمهور هيملى الصاله بنسبه كبيره جدا. طب خليني اسال حضرتك يا كابتن برضو ايه الاوراق الرابحه لمنتخبنا؟ مين الكي بلايرز عندنا؟ بص حضرتك بدل انت قلت منتخب يعني ايه احسن عناصر الموجوده في مصر؟ في ناس كتير عندهم خبرات يعني في خبرات كحراسه المرمى في كريم هنداوي طبعا في الاحمر عنصر مهم جدا في طبعا. اسلام حسن في الدرع الكبير في مجموعه كبيره جدا اصلا موجوده على الصعيد المصري في طبعا في سند المحترفين في محمد ممدوح هاشم في مجموعه كبيره كويسه وان هي تقدر تنافس على حسب المدرب طبعا هو السيستم اللي هو بيعمله الفتره اللي جايه دي بحيث ان هو فضل اعتقد 3-4 شهور ان هو يقدر يجاريهم اصلا يسفرهم معسكرات خارجيه بره مصر ازاي يلعبوا فرق اوروبيه عشان ياخد نفس طباع اللعب الاوروبي اللي هو المفروض ان هو عايزه عشان يقدر يجاري وان شاء الله نلعب على ميداليه ان شاء الله يا رب. طب مين اكتر الفرق يا كابتن الخطر قوي علينا؟ بص كتير يعني مش بص اي فرق اوروبيه احنا اهم حاجه ان انت تكسري حاجز الفرق الاوروبيه. الفرق الاسيويه بنكسبها الفرق اللي هي امريكا الشماليه وشمال افريقيا مثلا تونس والمغرب بنكسب الكلام ده كله تمام. عشان تقدري تكسبي وتحققي في عندك الدنمارك في عندك اسبانيا كرواتيا النرويج سلوفينيا المانيا البرتغال السويد في كمان فرقتين جم بدعوتين هم ما كانوش موجودين اصلا في البطوله خالص او مش مصنفين اصلا هم دخلوا عشان بطوله اوروبا الاتحاد الدولي
بعد دعوتين للاتحاد الروسي وطبعا بعد دعوة تانية للاتحاد البولندي. والفرق البولندية دي من أقوى فرق في العالم كمان، مش مثلا مش السويد بس ولا الدنمارك بس، بولندا اللي هي أصلا اللي جاية بدعوة دي من أقوى بلاد في العالم. وحضرتك أكيد هتشوف البطولة، هتشوف هي عاملة إزاي ونتائجها إزاي والقوة اللي عندها عاملة إزاي. طبعا البطولة مهمة جدا في أرضنا طبعاً. التصنيف على مستوى العالم كمان مهم جدا اللي هو يتحط له. طبعا كمان عندك فرق كمان زي أيسلندا، فرنسا، التشيك، البحرين، الحد كلها ده تصنيفها في التصنيف الثالث كمان. فرنسا اللي هي بطلة العالم طبعاً. وأيسلندا والحد كلها ده في التصنيف الثالث. يعني انت عشان تاخدي فرقة مجموعة زي دي ممكن يقع معاك يسي مثلا السويد او الدنمارك على حسب، ممكن نختار احنا كده نختار فممكن نختار اضعف مجموعة مثلا. ده اقولي مثلا في التصنيف الاول هنختار مثلا السويد او البرتغال. لو التصنيف الثالث معانا ممكن تقع معانا مثلا فرنسا، تقع معانا التشيك، تقع مع ايسلندا. هو ده التصنيف. انت بتاخدي الاول البطولة دي هيصنفوا المستوى الاول وبعدين المستوى الثالث وبعدين المستوى الرابع، وبعد كده انت بقى عشان انت منظمه البطوله فهتخشي اخر حاجه انت اللي هتنقي وهتتحط في المجموعه اللي حضرتك انت عايزها. وحضرتك شايف انه صح ان احنا نختار فرق قويه في الاول، فرق اوروبيه عشان احنا كده هنلعبها، عشان يعني كده هنلعب. هنلعبها واحنا متفقين ان احنا من الاول بدل احنا عايزين صح. نلعب على ميداليه او نخش المربع الذهبي ده، يبقى انت لازم تكون قوية وتنافس. اللي عايز يكسب بيكسب اي كان فريق قدامه، ضعيف قوي كده هتقابله. هتقابله دلوقتي وكمان غير كده كمان ان الفرق الاوروبيه لسه ما استعدتش قوي. موضوع الكورونا والحاجات دي كلها لسه اكيد اثر في الاعداد بتاع المنتخبات بصفه عامه على المنتخب على منتخبات العالم كلها. فده مهم جدا ان انت وكمان الفرق الاوروبيه او الفرق القويه جدا ما بتخشش فول باور اصلا للبطوله، بتبقى داخله تدريجي عشان عندها لسه عندها ماراثون عشان تلعب على بطوله، فمحتاج 3 ماتشات وبعد كده ممكن 3 ماتشات عشان تلعب 8 9 ماتشات دي، فالمفروض بتخش تدريجي عشان تخش. واحنا المفروض احنا برده نخش تدريجي، بس اما في الفرق الجامده مش هنخش تدريجي طبعا عشان ده ياثر علينا طبعا اكيد. طب كابتن احنا عارفين التغيير اللي حصل انه النسخه دي ب 32 فريق صح بدل من 24، هل في تغيير ثاني يعني نظام المجموعات ده هو اللي كان متداول على طول ولا كان بنظام خروج المغلوب؟ لا هو مش هو كان 24 بعد اللعب برضو ممكن يتقسم 4 مجموعات، ياخدوا اول وثاني ممكن من كل مجموعه بحيث ان هما او يفضل زي ما هو 24 وبعدين يخرج برضو الفريق الثالث بيبقى 6 مجموعات بيبقى 6 مجموعات يعني 4 6 24. ده هو كان نفس النظام ده هو اللي كان معمول، بس ده 32 فضاف زياده عليه مجموعتين بحيث ان انت في فرق هتلعبها تاني. يعني كنت مثلا انت او مش في طريقك يعني انت هتلعبها مثلا في المجموعه في فرقتك ممكن ما تلعبهاش في الدور التاني، ممكن في الدور التالت تلعبه او في الدور مثلا قبل النهائي لو انت وصلت قبل النهائي يعني. فالتصنيف هو اللي بيحدد انت كدوله المنظمه انت هتختار مين. هو اللي اختار مهم جدا، لان انا لما اجي اكيد المدير الفني والمساعدين اللي معاه اكيد هيبقوا حاسبينها بالورقه انا عايز العب مين، ولو انا وصلت للدور الثاني عايز هلاعب مين برضو عشان هو لازم يبقى حاسب هو هيلاعب مين في طريقه او عشان اوصل للمربع الذهبي اللي هو المفروض هدفه او هدفنا احنا كمصريين كمان او كره اليد الافريقيه والعربيه ان احنا عايزين نحقق مكان كويس. وكمان الموضوع المركز الثامن اللي احنا خدناه في كاس العالم اللي فات ده ضاعف الفرق الافريقيه. احنا عندنا دلوقتي داخلين في كاس العالم ده 6 فرق غير مصر، يعني مصر دوله منظمه تخلي بقى احنا 6 فرق كمان، يعني 7 فرق من افريقيا. فده طبعا عامل مهم جدا ان الدول الافريقيه كمان ان هي تساعد في نشر اللعبه كمان. والدكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي مهم جدا، وطبعا بشكره ان هو طبعا مصري واحنا في داره وبنحبه جدا وربنا يتمم له التوفيق طبعا. وان هو الموضوع صعب جدا معاه ان هو يكون 32 فرقه وثقه منه او من الاتحاد كمان الدولي ان هو يدينا بطولة العالم في أرضنا هنا. أكيد كل الثقة يعني لمصر كدولة إن هي إحنا عندنا البنية التحتية وعندنا عندنا كل الظروف اللي تخلينا نستضيف حدث عالمي زي ده. وكنا بنتكلم برضه يا كابتن وقت أمم أفريقيا الحقيقة أبهرنا العالم بإن إحنا استضفنا بطولة زي دي وطلعت بشكل كويس جدا، بس كده ما فيش أي حاجة جديدة بقى في النسخة دي خلاص، هو ده الجديد. هو ما فيش جديد، هو العدد بس هو العدد بس
العدد هو اللي زاد ان انا خلاص مثلا 8 مجموعات في 4 ياخدوا اول وثاني وثالث يوصل اول مجموعه تلاقي ثاني المجموعه لغايه ما توصل السبع لاعب المجموعه السبع لاعب الثامنه بعد كده هيختاروا الكسبان ياخدوا كل اثنين من كل فريق هيلعبوا برضه مجموعات في الاول بقى تبقى زي قبل النهائي والنهائيات. طيب عايزين نتكلم اكتر عن دور الدوله المصريه في تسهيل بقى كل العقبات وتحضير الملاعب لاستضافه بطوله كبيره زي كاس العالم لكره اليد. هو الدوله المصريه من وهي بتحضر الملف اصلا يعني موضوع تحضير الملف ده اصلا كان مهم جدا من ايام الدكتور خالد حموده وكان معاه نائب ليه باشمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد الحالي وكان معاهم كمان الاستاذ شريف سلامه ده يعني عنده جزء من عائلته روسيه فكان داخل في برضه في الملف ده بعد طبعا ما الحمد لله اللي احنا خدنا الاستضافه وتنظيم البطوله البلد اعتقد او وزاره الشباب والرياضه تم التعامل مع الحكومه والحاجات كلها ان احنا كمان ننشئ صالات بالحجم ده وبالفخامه دي على النظام الاوروبي اعتقد بقالنا بالظبط كام شهر كمان شايفين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في كل حته في الصاله مع الدكتور حسن مصطفى بيشوفوا اللجنه الطبيه والاعلاميه ويشوفوا الفنادق ويشوفوا كل شويه بصفه دايما يشوفوا الصالات جهزت ولا لا والحمد لله كمان بشكرهم طبعا على القرعه ومكانها ودي حضاره مصر وان شاء الله تبقى الفترة الجاية كمان مصر تعمل حاجة كويسة في البطولة. أكيد وأكيد زي ما قلنا يا كابتن إنه الانبهار اللي حصل وقت ما استضفنا بطولة أفريقيا هو اللي ادى الثقة إن احنا نقدر نستضيف حدث عالمي زي ده، وبرده حضور الكابتن محمود الخطيب عايز أسأل حضرتك للقرعة النهاردة باعتباره رمز من رموز الرياضة المصرية بيدي للحدث أهمية إضافة عن أهميته الكبيرة أصلا. طبعاً كابتن محمود الخطيب هو مش رمز في مصر بس، هو رمز كبير جدا في كل حاجة في حتة اعتقد كمان ان هو كمان هو رئيس احسن رئيس نادي في الدوله الافريقيه كلها ومعروف مين كابتن محمود الخطيب ان هو كابتن حسن مصطفى. يا كابتن بدون مقاطعه كلامك هو يعني خصص ان هو يدعو كابتن محمود الخطيب شخصيا دونا عن رؤساء انديه ثانيه ده ليه معاني كبير قوي. رمز وكان احسن لعيب في افريقيا وهو كمان هو احسن رئيس نادي في افريقيا فالطبيعي ان هو يستضيفه او هو يبعت له الدعوه وكابتن محمود ان هو يلبي له الدعوه دي حاجه كويسه جدا تفرح طبعا كل الاهلاويه ان انت رئيس النادي بتاعك مدعو لحفل عالمي ومفروض مع رئيس الوزراء ومع دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي طبعا. اكيد. طب كابتن خليني اسالك الطفره اللي حصلت في منتخب الناشئين والشباب ممكن تدي يعني اضافه كبيره للمونديال اللي جاي ولا هنبقى محتاجين وقت اكبر من كده؟ لا هو مش محتاجين وقت، احنا عندنا حاليا دلوقتي كمان عندنا اثنين او ثلاث لاعبين هو في المنتخب الاول مريد كمنتخب ناشئين اللي هو حقق كاس العالم اللي فات ده كان عندنا حسن انداح عندنا حميد عندنا احمد هشام كل دول منتخب ناشئين اللي هو حاصل على زي بيه كاس العالم اعتقد كمان ان هم ممكن يخشوا بنسبه كبيره جدا في كاس العالم ده وكمان يتم اعدادهم كمان لكاس العالم اللي جاي عندنا عناصر مبشره كان منتخب 98 الحاصل على برونزيه كاس العالم للشباب في الصيف اللي فات مع منتخب الناشئين برضو مواليد 2000 حصل على البرونزيه عندنا دعم كويس جدا عندنا قاعده كويسه جدا اعتقد مش هناخد وقت كبير قوي ان احنا الاتحاد ماشي بسيستم معين كمان في بيتم التصعيد من منتخبات من الناشئين للشباب او من الشباب للدرجه الاولى ده عامل مهم جدا ان القوه والسرعه بتختلف فده اكيد الاتحاد مخطط لحاجه زي كده ان عنده بعد ان هو عايز يعمل منتخب قوي بحيث ان هو يدي كمان 10 سنين لقدام. اكيد يا كابتن. حضرتك لعبت بطولات عالم يا كابتن صح؟ لا انا افريقيه بس وعربيه. افريقيه. طيب ايه الفرق بين على ايام حضرتك ودلوقتي؟ ايه اللي اتطور في اللعبه اكتر في كره اليد؟ بص اول حاجه زمان ما كانش في تصنيف احنا كنا التصنيف ب يعني منتخب مصر زمان قبل 91 كان تصنيفنا بيخش كاس عالم ب ما كانش تصنيفنا ان كان تونس والجزائر محتكر الحاجه دي ان هو بيخش كانوا بياخدوا فرقه واحده بس افريقيه هي اللي كانت بس بتخش كاس العالم بعد ما في طفره حصلت من سنه 90 باولو تيدمان الماني جه هو اللي مسك منتخب مصر فخدنا بطوله افريقيا كمان والامم الافريقيه فحصلت طفره للهاندبول في مصر وحصل احتكاك دولي هو ده اللي احنا كنا عايزينه ان هو طلب ما كناش بنخرج كتير للعالميه اصلا هو جه طلب مثلا 50 ماتش دولي 50 ماتش دولي ده هيتحد يعني عشان تعمله لازم تسافر بره مصر هو عشان
تجاري كمان اوروبا او الاوروبيين بصفه عامه كبلاد والحاجات دي كلها في اللعبه لازم تسافر بره وتعمل احتكاك. هو ده اللي ادى لينا الاولويه. بقينا دلوقتي احنا رواد افريقيا في الهاندبول، دخلنا كذا مره، احسن نتيجه حققناها سنه 1990 ده مركز الرابع طبعا. وكان لولا طبعا الحكم كنا ممكن نلعب كمان على الاول والثاني، بس قدر الله ما شاء فعل. منتخب مصر عندنا القدره ان احنا نخش كاس العالم الجاي كمان ونحقق حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. طب يا كابتن، كمدرب لفريق السيدات في النادي الاهلي، هل شعبيه كره اليد سيدات زي الرجال ولا مش واخده حقها؟ هي مش زيها، ان القوه يعني مش زيها خالص يعني. ولا 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 الصيت او المفروض اعلاميا ولا ماديا ولا حد كلها خالص. في فرق كبير عشان بس يعني ما يقولش مثلا هل فريق السيدات زي الرجال، لا فرق كبير. ماديا في العود، السيدات ما لهمش عود ده طبعا. القوه بتختلف، الميديا بتختلف طبعا. طبعا الميديا للرجال بتختلف، احنا عندنا منتخب سيدات لكره الطايره والسله وكره القدم مش واخد نفس الميديا والاعلام اللي هو بيتحط على الرجال. فاتمنى طبعا ان الميديا وان تبقى كره اليد النسائيه تتحط على الخريطه الدوليه ان شاء الله. ان شاء الله. طب يا كابتن، شايف بقى ايه احسن سيناريو ممكن يحصل لمنتخب مصر في البطوله دي؟ يعني تعالى كده ندي سيناريو تخيلي كده، ايه احسن حاجه؟ انا شايفه معاك ورق كتير. لا انا مش حاجات ورق كتير. احنا عندنا ممكن يعني انت حضرتك مثلا عندك التصنيف الاول الدنمارك واسبانيا، ده لو احنا مثلا جالنا مثلا السويد، انت لاعب السويد وتقدر تلعبها. لو خدت مثلا السويد، خدت مثلا فرقه من انت كده من الصف الثاني، خدت مثلا من التصنيف الثالث عندك كوريا، عندك اليابان، عندك البحرين، عندك اوروجواي. اوروجواي مالهاش باع كبير في العالم، دي اول مره اوروجواي متهيألي تشارك. ماشي. عندك التصنيف الرابع انجولا وراس الابيض والكونغو، الحاجات دي ما لهمش بقى اصلا في اللعبه طبعا، الا بس الفرقتين هم تقال جدا، بولندا وروسيا هم تقال. بس انا نفسي يكون معانا روسيا. أيوة، أنا عايزة نفسك. روسيا تكون في التصنيف الرابع معانا. روسيا بقى فتره كبيره بعيد عن غير بولندا شويه. روسيا تبقى معانا برضو فرق قويه اوروبيه. في نفس الوقت لما يكون معانا مثلا فرقه زي التشيك، فرقه مثلا زي بيلاروسيا او النمسا او البرتغال او السويد، دي كاول مجموعه دي اعتقد دي تبقى كويسه ان انت تساعد في الاول. وفي نفس الوقت هتفرق معاك اما تيجي تلعب في الدور الثاني، او لو خدت حتى فرقه قويه، خدت مثلا الدنمارك او كرواتيا او اسبانيا، ما انت لو ربنا كرمك وكسبت او تعادلت معاهم مش هتلعبهم في الدور الثاني. وهتخش بنقطك، فدي تفرق معانا كتير قوي. طبعا لما تيجي لو انت خدت التصنيف مثلا على حسب المجموعه اللي انت هتختارها، دي لسه المجموعه هتختارها. انت ممكن تختار مثلا المجموعه السابعه. انا قلت المجموعه السابعه دي هتلعب المجموعه الثامنه، فلسه ما اتحطتش. اما يتحط ممكن تبقى الدنيا باينه شويه. يعني هي ده ممكن اقول لك في الاول خلاص، انا ممكن اخترت مثلا فرقه، بعد كده انا مش عارف الفرقه الثانيه هي انهي مجموعه. بس هي عشان تكسب، وانا قلت من الاول او انت تبقى في سيناريو وحضرتك عايزين ان احنا نخش في المربع ازاي لوحده كلها، لازم تكسب اي حد. لازم تكسب اللي قدامك من البدايه. من البدايه حضرتك انت في هدف قدامك طبعا، عامل الجمهور والارض والدوله كلها والميديا كلها مساعده لوحده كلها، لازم تكسب. لازم تكسب في فرق اوروبيه. احنا كاس العالم اللي فات هو كبرنا قوي، احنا اتعادلنا مع المجر، كسبنا تونس، كسبنا الارجنتين، كسبنا انجولا. من وجهه نظرك يا كابتن، كان فين المشاكل في منتخب مصر في كاس العالم اللي فات اللي ممكن يكون دلوقتي المدربين اشتغلوا عليها والدنيا بقت افضل؟ هو بص حضرتك، هو المفروض ان المدرب كمان اختلف اكيد. يعني المدرب اختلف، هو المدرب هو المفروض ان هو عامل سيستم، اللي عامل نظام، هو عامل اللي هو عايز يخلي لعبنا قريب جدا من المنتخبات الاوروبيه عشان تقدر تجاريهم. الموضوع معانا مش ان احنا لاعب قطر ولا مثلا انجولا، الموضوع مش بس مكسب ده. الموضوع ان احنا انت جاي البطوله في بلدك، فلازم تحقق هدف بالنسبه لك. الموضوع انت خدت تامن كاس العالم اللي فات، ما بالك بقى ان البطوله هتبقى في ارضك في وسط جمهورك والاعلام والميديا، كل ده هيبقى حواليك، كل الدعم ده هيبقى معاك. يبقى انت عايز المفروض ان انت تحقق ميداليا. عشان تحقق ميداليا ده لازم مجهود مضاعف شويه. اكيد المدرب هو عامل سيناريوهات اللي هو هيمشي عليها ازاي. يعني النهارده اختياره للمجموعه هنشوف، هنعرف دماغه
عايزه ايه وطالبه ايه، هيقابل مين. اصل انا ممكن اقول حاجه وهو يكون في دماغه حاجه تانية خالص. هو اسباني مركز، هو عايز ايه من القرعه دي. القرعه دي هي اللي هتحدد اتجاهاته في الدور الثاني والدور الثالث وقبل النهائي والنهائي ان شاء الله. اكيد، وبنتمنى اكيد التوفيق لمنتخبنا ومنتخب مصر. كل مصري بيتمنى التوفيق طبعا باذن الله. شكرا جدا يا كابتن، نورتنا. بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه.